الأعزاء ومستمعينا الكرام، هكذا نجدد لكم التحية واللقاء في استمرارية انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم ضمن معركة الإذاعة لأصحاب السمو والشيوخ في استمرارية انطلاقات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سمو لعهد دبي الذي ينطلق هنا في أرضية ميدان المرموم في منطقة اللسيلي بإمارة دبي. يسير شوطنا العاشر الذي خصص للجعدان الإذاعة عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج وقناة يأس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير. نسير إلى المقدمة، نسير إلى الصدارة وإلى المركز الأول، وهناك اللي يبدأ على مقدمة هذا الشوط هذا شاهين لهجن العاصفة، ويتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني يتقدم هملول على مستوى المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، يأتي في عملية تضميره وتدريب علي بن يمي اللهيبي ظافر المضمرين من يتابعه في عملية تضميره، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، ويأتي الآن على المركز الثالث في هذه اللحظة هذا هو النصر لاسمه الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي يضمره ويتابعه من خلال هذه الانطلاقة، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع لأرى هنا محماس لهجنة الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل ألو برنس من يتابع في عملية تضميره نحو المركز الرابع، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، ياتي على المركز الخامس هذا هو مشاهدين الأعزاء شاهين لهجن الرياسة، ويتقدم سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في عملية تضميره، بينما في المركز السادس هذا هملول من هجن الرياسة وعلي بن يمي اللهيبي راغبة في عملية تضميره نحو المركز السادس، بينما ننتقل إلى المركز السابع ويأتي هنا شاهين لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يراقب في عملية تضميره، بينما ننتقل إلى المركز الثامن. في المركز الثامن يأتي شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلال يتابعه في عملية تضميره، بينما في المركز التاسع هذا هو كفو لا أيضا سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران يقوده في عملية تضميره على المركز التاسع، بينما في المركز العاشر يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز العاشر هذا شاهين لهجن الرياسة وسالم بن سعيد بن عمان المهيري يراقب في عملية التضمير والتدريب، هذه النتيجة. هكذا ندائنا أيها الأخوة الكرام للعشرة المراكز الأولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما أسماء وشعارات خلف العشر المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها وندائها مع الكادر الإعلامي. هكذا هو الملتقى، أول محك لشعارات أصحاب السمو والشيوخ مع أول أيضا المهرجان، تلتقي هذه الشعارات وهذه الأسماء والأخوة المضمرين اللي يعدون العدة لهذا الموسم الجميل موسم 2023. الكل يعد العدة لختاميات الموسم، فنتمنى التوفيق لكل المضمرين، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة وإلى البداية، عودة إلى شاهين اللي مسيطر أمامكم نحو المقدمة نحو الصدارة والبداية الأولى لهجن العاصفة. يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميره وتدريب
قريبة مع المركز الأول، مسيطر ليبحث عن الفوز وعن الانتصار، بينما في المركز الثاني هملول لهجن الرياسة، شعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن يمي اللوهيبي يتابعه في عملية تضمير وتدريب، بينما وصلكم المجازف مع شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في المركز الرابع أرى الغدوم في هذه اللحظة من النصر، النصر لاسم الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان يأتي في عملية تضمير، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يتابع في عملية تضمير وتدريب، أما في المركز الخامس هذا محماس، محماس لهجنة الشحانية، هجنة الشحانية يتقدم في عملية تضمير، جار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس وتضمير، بينما تحركت الاسماء، تحركت الشعارات اللي قادمه، اللي قادمه وين واصلين الان؟ 1400 متر اللي تفصلنا عن خط النهايه، اللي تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار، بينما هناك اللي مسيطر، شاهين اللي غير على المقدمه، شاهين ولوكون تحرك الجعدان اللي ذاع، ما شاء الله وتبارك الله، طارن طارن طارن، اقلع ما شاء الله من خلال هذا الانطلاق، بينما اللي غير 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 في هذه اللحظة، غير وانطلق، هذا مغري 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 يتقدم، مغري لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع المري يتابعه في عملية تضمير مع هذه الانطلاقة، بينما في المركز الثالث ياتي شاهين في هذه اللحظة لهجن الرياسة، وسالم بن سعيد بن عمان المهيري يراقبه في عملية تضمير، بينما شاهين يهجن الرياسة يتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يلا يا ابو سعيد، بينما شعار هجن العاصفة ياتي مع شاهين وغياث الهلالي يراقبه في عملية تضمير وتدريب الفوز، الفوز الى وين؟ هل يغادر الى اهل الدوحة، الى اهل الدوحة في الشحانية، ولا الرياسة، ولا الرياسة مياهي من امتار بن قريع، بن قريع والمجازف، بن قريع ولا المجازف، هجنة شحانية ولا الرياسة؟ ولكن الرياسة الحمر مر وعبر، مر مرور الكرام نحو المقدمة، نحو الصدارة الأولى، شاهين لهجن الرياسة، والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يروح أيضا أراح إلى الصدارة، المجازف أبو سعيد مشكور 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 يا المجازف على فوزك وتألقك بناموس هذا الشهر، هذا شاهين يهدي جماهير هجن الرياسة هذا الفوز وهذا الانتصار، وهكذا يعادل المغزورة الرئيسية ويضمن الفوز والانتصار، بينما في المركز الثاني مغري لهجن الشحانية، المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة، المركز الرابع شاهين لهجن العاصفة، والمركز الخامس اللي وصل شاهين لهجن الرياسة. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى، عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول إلى خط النهاية، هذا شاهين لهجن الرياسة ومهديا جماهير هجن الرياسة بتسع دقائق وست ثواني وستة أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لهجن الرياسة وتهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري مشكور يا المجازف في المركز الثاني، تسع دقائق سبع ثواني ثمانية أجزاء من الثانية، مغري لهجن الشحانية وتهانينا وناموس لفران بن محمد بن قريع المري اللي تابعه أيضا انتصر بالمركز المركز الثاني، بينما شاهين لهجن الرياسة تسع دقائق عشر ثواني سبعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا لسالم بن سعيد بن عمان المهيري.